مرحبا، معكم جانين بفيديو جديد من فيديوهات Tips and Tricks بالعربي. بهيدا الفيديو حنتعلم بعظة Cytex كيدا كيف منقرأ ومنكتب على SQL Server. أنا هون مثل ما كن شايفين عاملة Database اسمه Cytex، في بقلبه Water Level Table، وبقلب هيدي Water Level Table أنا عاملة Column اسمها Level. فأول شيء قبل ما بلش أعمل استعمل Cytex SCADA Cycode Functions كرمال أعمل Connect، بدي أتأكد أنه أنا عاملة ODBC Data Source لهيدا الConnection. فأول شيء كيف بعمل هيدا الشيء؟ بروح على ODBC Data Source Administrator وبعمل Add New لConnection. فأنا هون عاملة connection قديمة اسمها Cytex، بس خليني أفرجيكم شوي عن الـ configuration. أول شيء بحدد لها النيم، هون في يكون شو ما بدكم. server هو PC1/PC2 مثل ما نكون شايفين. بعمل next هون، بحدد نوع الـ authentication يلي معمول على أساسها SQL server، هون مثلا Windows authentication. بعمل next. هون بحدد الديفولت داتابيس، هيدي هون كتير مهمة لأنه هون أنا بدي استعمل الداتابيس يلي هو Cytex ترميل هيدي الكونكشن. بعمل next finish وبعمل test data source، بلاقي انه tests completed successfully. بس هيك تأكد كون أنا طمنت انه هيدي الكونكشن موجودة. بعمل okay وبطلع من هيدي الكونكشن. تاني شغلة هعملها هو اني اعمل Cycode Functions كرمال اعمل Connect على هيدا الداتابيس كرمال اقدر اقرا واكتب منه. فبروح على SQL على Cytex Studio، بروح على Cycode Editor. من Cycode Editor انا هون عامله فعليا اثنين Functions، واحدة اسمها SQL Write وواحدة اسمها SQL Read. بأول SQL Write عم استعمل أنا كذا functions يلي موجودين embedded كCycode functions بيخولوني أنا أعمل transactions مع SQL Server. مثلا أنا هلأ مثلا هون SQL Begin Transact، هون عم بعمل transactions. تاني واحدة هي SQL Exec. SQL Exec هي function SQL function بتخليني أنا اكتب SQL queries على بالSQL Server. فهون مثل ما تكون شايفين انا مستعمله function SQL exec كرمال اعمل insert للvalue تبع الwater level. هون انا عامله value هو 800، خليني غيره هون مثلا ل 600، فبدي اكتب انا value هون 600، فخليني سيب هيدي نرجع نجربها بعدين. برجع بعمل commit للchanges وبعمل end وdisconnect لهيدي الconnection. تاني function هي SQL Read، بنفس الطريقة هون عاملة connect لهيدا الـ ODBC يلي هو الـ Cytex يلي عملته قبل، ومستعملة هالمرة SQL Query Select بدال الـ Insert لأنه هون فعليا عم أقرأ من الـ SQL، ومستعملة function SQL Get Field تقدر أنا أقرأ من الـ Fields أو الـ Columns تاع هيدي الـ Table يلي هي Water Level. هون بكون انا عملت هولي التو فانكشنز كرمال استعملهم. عامله مثل جرافيكال انترفيس صغير هون رايت اوبريشن مستعمله فيها الفانكشن رايت، والريد اوبريشن مستعمله فيها الفانكشن ريد، والليفل انا هون بقدر اغيرها واقراها من السيكوال سيرفر. فخلونا نبلش نجرب هيدي العمليه. فخليني اعمل كومبايل وران للبروجكت. اوكي هلا هون انا عامله بيج اسمها تيست تافتحها لفرجيتكم اياها قبل. عامله تيست، فهون مثل ما نكون شايفين انا عم موجود الليفل باي ديفولت هو 600، فخليني اشوف انا او اكتب مثلا 800 على قلب او مثلا خليني اجرب شغله ثانيه، خليني اشوف شو اللي موجود قبل بالسيكول كفاليوز. فخليني ارجع روح على المانجمنت ستوديو هون.
بعمل كونكت على السيكول داتابيس. هون خليني افتح الداتابيس سايتكت، وهون خليني اعمل نيو كويري بس اتاكد شو الفاليوز الموجودين. خليني اعمل سيلكت ليفل فروم ووتر ليفل، هون اللي هي هيدي التيبل، اعمل اكزكيوت لهيدي الكويري. بنشوف اخر ليفل فعليا هو 800، فخليني اجرب اقرا هيدا الفاليو يلي هو 800، فبعمل ريد. فبنشوف هون كيف غير الليفل على 800. هلا اخر فاليو كان 800، خليني بلش هلا اكتب الفاليو 600 يلي كتبتها بالفانكشن. فخليني اعمل رايت، استرايت كذا مره، خليني ارجع اعمل هون اكزكيوت للكويري عملتها قبل. فبتشوفوا هون كيف كتب 600 ثلاث مرات، مثل ما انا فقست فعليا فقست الفانكشن ثلاث مرات هون. فهيك بكون انا قدرت اكتب واقرا على السيكوال داتابيز بعازة السايتكت سكيدا. انطرونا بفيديوهات جديده من تيبس اند تريكس بالعربي.